الماتشات بتاعت امبارح الاهلي والمقصه والزمالك وبيراميدز. الاهلي انا مشجع اهلاوي، الاهلي قادم والاهلي فريق كبير ومع انسجام الصفقات الجديده والمصابين يرجعوا هيبقى شان كبير جدا. الماتش بتاع امبارح كان ماتش مميز واوروبي بصراحه، حتى كان الحكم عادل وكويس يعني، بس في بعض الاخطاء من دول من دول هي، واما الماتش كان ممتاز جدا 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 يعني. الاهلي جاي 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 يعني، احنا مواسم السابقه يعني نفتكر موسم 2014 تقريبا لما كان الاهلي متاخر عن الزمالك ب 14 نقطه في الدور الثاني، قدر ان هو يعدي الزمالك كمان وياخد الدوري. الزمالك بتعدي مع بيراميدز طبعا، قرب المسافه للاهلي كتير قوي، ان هو بيقرب برضو على الصداره، تعادله مفيد للاهلي يعني من الاخر. لكن بالنسبه لماتش الزمالك، الزمالك فرقه كبيره جدا واتظلمت امبارح بطرد عبد الله. تحكيم رايك امبارح في ماتش الزمالك وبيراميدز؟ يعني احنا برضو التحكيم، احنا لو ماتش امبارح ده بحكم مصري كانت قامت مشكله جامده. لا التحكيم ما كانش كويس خالص، معظم الحكام بتغلط، اي حد بيغلط. اي فرقه تلعب مع بيراميدز راح يجيب حكم اجنبي، وده معقول؟ يبقى احنا حكامنا راحوا اوانطه. حكم بيراميدز كان جميل بيحكم وعنده اصرار، دي حاجه ما نقدرش نتكلم فيها. والكوره كلها غلطات، زي ما اللاعب بيغلط في فرصه ما بيجيبهاش الحكم بيغلط، كلها بشر. لا هو الكوره المفروض فعلا طرد. مين اللي ممكن ياخد الدوري السنه؟ والله هو الدوري صعب السنه دي. فبالنسبه للدوري ان شاء الله دوري زملكاوي. لا صعب، مش هتحسم غير اخر اسبوع، اخر اسبوع في الدوري خالص. الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب. احنا لسه عندنا 5 مباريات مؤجلين، ان شاء الله ان شاء الله الاهلي زي قبل كده بيفرحنا، بيبقى 13 للزمالك وهوب الكرباج بيشتغل. دوري السنه دي ان شاء الله اهلاوي.